السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو التعليمي على القناة. بداية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد في القادم إن شاء الله. كما لاحظتم، اليوم فيديو تعليمي حول طريقة استخدام السشوار. بداية، أمامكم الشعر مبلل بالماء. كما تلاحظون، أول خطوة قمنا بغسل الشعر بشكل جيد. قمنا بحذف ذلك المقطع لعدم إطالة الفيديو عليكم، وذلك من أجل تنظيف الشعر بطريقة جيدة وكاملة كي يكون سهل في الأخير عملية تسريح الشعر. كذلك بعد الغسل، كما تلاحظون أننا نقوم بتنشيف الشعر بشكل جيد حتى تكون عملية أو طريقة تسريح الشعر سهلة. لاحظوا أننا نقوم بتنشيفه بشكل جيد بشكل كامل، كما قلت لكم، من أجل أن تكون عملية التسريح بطريقة جد سهلة وسريعة. في البداية سوف نبدأ من الخلف. بهذه الطريقة دائما نبدأ من الخلف، نأخذ جزء بجزء من الشعر، دائما نأخذ جزء صغير حتى يكون التسريح بشكل جيد. لاحظوا طريقة جد سهلة، طريقة جد بسيطة، ما عليكم سوى تطبيق هذه الخطوات وسوف تحصلون على طريقة جد جيدة أو نتيجة جيدة عفوا. لاحظوا هنا قمنا بتغيير مشط، نستخدم هذه المشط أو هذا النوع في الشعر الطويل. لاحظوا كيف نقوم بتسريح الشعر. كما لاحظتم أنه بعد التنشيف يكون التسريح بطريقة جد سهلة وسريعة. لاحظوا كيف نقوم أو نأخذ جزء بجزء من الشعر. لاحظوا كذلك طريقة أو اتجاه السشوار. أتمنى أن يكون الفيديو واضح لكم وأن تكون الطريقة مناسبة وسهلة للجميع. ما عليكم سوى التطبيق. دائما أقول لكم، إذا أردتم تعلم شيء ما عليكم سوى تطبيقه وتكراره عدة مرات حتى تحصلون على النتيجة التي ترغبون فيها. لاحظوا أن هذا الجزء تقريبا قمنا بتسريحه، الجزء الخلفي. لاحظوا كذلك هنا، إذا لم تفهموا أي شيء أو أي خطوة، ما عليكم سوى كتابة سؤال في التعليقات وسوف أجيب على الكل إن شاء الله. لاحظوا أنه نفس الطريقة نقوم بها في كامل الشعر. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك للفيديو، وكذلك الذين يشاهدون القناة لأول مرة، ما عليكم سوى تفعيل جرس أو عفوا الضغط على زر المتابعة وتفعيل جرس التنبيهات كي يصلكم كل ما هو جديد في القادم إن شاء الله. لاحظوا هنا كيف نقوم بتسريح الشعر بشكل جيد. الآن نقوم بتسريحه فقط، وبعد ذلك سوف نقوم بتسريحه بالطريقة أو على الشكل، شكل القصة التي يريدها أي شخص. لم يتبقى لنا سوى الجهة الأمامية. لاحظوا كيف أقوم بسحب المشط إلى الأمام ثم بعد ذلك إلى الأعلى، ذلك من أجل تسريح الشعر بشكل جيد. لم تتبقى لنا سوى الجهة أو هذا الجزء الأمامي. لاحظوا كيف أقوم بتسريحه. يجب أن يكون السشوار ساخن بشكل جيد. كذلك تجنبوا أن يكون اتجاه السشوار على مستوى الجلد، فقط يكون على مستوى الشعر.
بهذا سنكون قد اقتربنا من الانتهاء من الجزء الأول. لاحظوا أننا دائما نحاول تسريح جميع الشعر بشكل جيد، كما تلاحظون أن هناك بخار يخرج من الشعر. ذلك فقط بسبب حرارة السشوار المرتفعة. دائما الجهة الأمامية يجب تسريحها بشكل جيد، فهي التي تعطي ذلك الشكل الجميل لتلك القصة أو ذلك الشكل الذي ستحصل عليه في الأخير. بعد ذلك سنمر إلى هذا الجانب، لأن هذا الشخص يريد هذا الاتجاه أو اتجاه الشعر بهذه الطريقة، لذلك سوف نقوم بمشط هذه الجوانب على هذا الشكل نفس الطريقة كما تلاحظون. سنحاول كذلك مشط هذا الشعر في هذا الاتجاه بشكل جيد، هنا في الخلف كذلك مرة أخرى. كما تلاحظون أن الشعر تقريبا أصبح في ذلك الشكل الذي نرغب في الحصول عليه. لاحظونا نقوم بهذه العملية لتسريح الشعر من الأسفل. بعد ذلك سوف نأخذ هذه المشط التي هي أمامكم من أجل تصفية الشعر بهذا الشكل، كي يأخذ الاتجاه أو اتجاهه بشكل جيد. سوف نمر على كامل الشعر بهذا الشكل. أتمنى أن يعجبكم مرة أخرى هذا الفيديو، فقد طلب واحد منكم هو إعجابات أو إعطاءنا الإعجاب بالفيديو لكي يظهر لأكبر عدد ممكن من المشاهدين على القناة أو على منصة اليوتيوب، كذلك لكي يستفيد الكل. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وهذا هو الشكل النهائي لهذه القصة بعد تثبيت الشعر كما تلاحظون معي في الصورة. قمنا بتثبيت الشعر بواسطة مثبت الشعر. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو. مرة أخرى لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله مع درس جديد.